وصلت لقرية كمزار. تخيلوا أنه هذه القرية العمانية اللي موجودة في محافظة السندم لها لغتها الخاصة. جد جد بسيطة يا ناس. شحي دوريجين. قولهم فن الندبة. وش معنى الندبة؟ مع السلامة. مع السلامة. البعيد ان وصلنا للمكان، هذا المكان شيء يطلقوا عليه؟ والله يطلقوا عليه نرويج الخليج. قبل ما نبدو ما تنساش تعطينا لايك واشتراك وتخلي لي تعليق وتكمل الفيديو حتى الاخير. مشاهدة ممتعة، سلام. كيف الامور في مسندم؟ مسندم مره امورهم طيبة. امورك طيبة؟ انا زرته بصراحة امورهم طيبة. بس شو قصة امورك طيبة في عمان؟ اللي تسأله يقول لك امورك طيبه. والله عندهم امورك طيبه كما احنا. يا سهل سهل مدام سهل ولا شنقول؟ ايه سهل يعني سهل هو. لا لباس لباس، احنا عندنا في الجزائر لباس. لباس كي راك لباس. كيف الامور؟ لباس لباس يعني لباس. امورك طيبه. حتى لو ما كانش طيبه امورك طيبه. مدام في عمان امورك طيبه. طيبه لا تحاتي. جزاك الله خير، بارك الله فيك. مثلا قلت له شخص انا مثلا ما عندي اريدك، انا اريدك تنقذني الى المطار والضروري، والله اعطيتك كلام اني بشيلك. والله هو نيجي، والله شاني. شكرا والله. شكرا. ما كانش عندنا صرف كثير فشاننا بالصرف اللي عندنا. امورك طيبه مرة. شكرا، جزاك الله خير. شكرا. شيء اخر ثاني تمن الرحله يعني من مسقط لهذه المحافظه المسندم، ولا يقول لها محافظه مسندم ولا خصب، حوالي 30 ريال. يعني 30 ريال رحلة واحدة فقط، عودة وإياب حوالي 70 ريال، أي ما يقارب حوالي 150 دولار على ما أعتقد. تقريبا هذا مطار عمان، حتى المطار سبحان الله، المطار اللي يكون فيه الضجة واللي يكون فيه الناس رايحة جاية، مطار هادئ جدا. كاين غير هذه اللي تهضر. قلت لك راك تقترب على بالي اللي سبحان الله الهدوء حتى في المطار تاعهم، يعني الهدوء. مكان مسندم تقريبا يعني المكان وين رانا حنايا غريب غريب شوي. علاش؟ لانه مكان المحافظه هذه اللي تنتمي الى عمان، دوله عمان، جاي خارج عمان. كيف جواد ولايه من عمان جاي خارج عمان؟ نعم، هذه عمان وهذه الامارات. حدود تبدو عاديه من بعيد وطبيعيه جدا، لكن لو اقتربنا قليلا سوف نجد ارض عمانيه منفصله عن خريطه عمان. باش تجي لمحافظه مسندم لازم تدخل للامارات وبعد تدخل الى عمان ومحافظه مسندم، يعني تقطع يعني الامارات جايه فاصله بين عمان والمحافظه، وهذه مسندم جايه في اعلى يعني الفوق كاع في الخريطه. مسندم امارات بعدين عمان. لكن يوجد حدود اغرب من هذا، وهي النقطه الصفراء المحاطه باللون الاخضر كليا، وهي منطقة النحوة الإماراتية المحاطة بأراضي عمانية، والمنطقة تسمى ولاية مدحاء العمانية، وأيضا هذه الولاية محاطة بأراضي إماراتية من جديد، يعني دولة داخل دولة داخل دولة. إذا جماعة وصلنا لمحافظة مسندم مباشرة بعد ما وصلنا للطائرة، راح نركبوا في البوت يعني في الباخرة والسفينة التقليدية تاعها. يعني تقريبا هذه هي هذه جزاكم الله تقلع الحذاء تاعك وفي قاعده هنايا وقاعده هنا. بسم الله انطلقنا، يعني طلقنا في الرحله جوله خفيفه ظريفه، راح تدينا تقريبا نصف يوم، راح تكونوا معنا، راح نوريكم كامل الرحله وش فيها. هي تقريبا تعتبر رحله منظمه، يعني رحله سياحيه منظمه. لكن الجميل في الامر انه سبحان الله عمان يعني ما اكتشفناش البحور تاعها، فهذه فرصه انه في مسندم يعني محافظه مسندم اللي جايه على مضيق هرمز فنكتشفوا البحورات. اذا راح نشوف واحد ثلاث شواطئ ولا اربع شواطئ اليوم. سبحان الله فيها تنوع كبير، يعني جبال شفنا جبال، شفنا وديان، والان راح نشوفوا البحار ان شاء الله. جماعه يعني سبحان الله يعني تقريبا نفس صوره هالون باي اللي جايه في فيتنام، يعني نفس الفايبس. حتى في فيتنام دينا هكا بوت وروحنا فيه يامات مروش وامين اللي نوجه لهم تحيه، توحشتهم والله لا توحشتهم. فنفس هالونغ باي، يعني هالونغ باي مشهوره في فيتنام، وهي عباره عن صخور في وسط البحر، عده صخور في وسط البحر، فتشوفوا نفس المنظر هناك.
إذا توقف بينا القارب هنا في واحد الجزيرة هنا صغيرة باش نسبحوا يعني نسبح. لا الوسائل الحماية هم عاجبيني. أول مرة تعومي؟ في الفم. هذه جي عندك؟ صح. هيا روح. حيو حيو. تعال معي. ها؟ تعال معي. أركب معي؟ أنا رايحين. أراكي في بلاستيك تتحركي. لا قربتي. قربتي يا. هاي. مع السلامة. مع السلامة. كلهم يقرب بسر هو ولا أنا. انتي لا احنا. إذن بعد العومة كاين هنايا بافيه نفطرو ونزيد نكملو الرحلة تاني يعني حتى الآن ما شاء الله يعني خاصة العومة يعني في وسط البحر هنا. جماعة تشوفوا هذا تشبه رأس السلحفاة. ياوا رأس السلحفاة لا؟ كانت هذه رحلتنا لنصف يوم بالقارب التقليدي وتمن رحلة كلفتنا $20 للشخص الواحد شاملة كل شيء. إذا رانا طالعين واحد المكان هو طريق جبلي. أربع شرفة. وسموه خور نجد والخور معناه الطريق يجي مفتوح في وسط البحر يعني يكون هكا جبال محطوطة. أها فوصلنا له. طلعنا كاع فوق. كتشوف البحر يعني. الخور يكون مثل البحر مفتوح لكن في له دخلا بين الجبلين كذا يعني وله يكون خاص مثل البحيرة يكون كذا يعني تقريبا يعني. ممتاز جماعة وصلنا للمكان. هذا المكان شيء يطلقوا عليه خور نجد. لا شيء يطلقوا عليه والله يطلقوا عليه خور نرويج الخليج. مرحبا بكم في نرويج الخليج. بزاف الناس يسكنوا كي الجزر صغار مثلا هذا بين مضيق ومضيق يعني بين جبل وجبل تلقوا جزيره صغيره الناس مازال متشبته وساكنه في هذه الاماكن. تقريبا تقدر تلقى في مكان 50 ولا 50 شخص ساكن في هذاك المكان. كيفاش يتنقلوا ثاني عبر القوارب يعني باش يروحوا اولادهم يقروا ولا اي حاجه يديروها يتنقلوا عبر القوارب. عنا البيشك والجورز هذا من الموروث من تاع اهل المنطقه راح يعرفنا به اكثر. حياك الله. يعني شوفوا حتى التصميم تاعه متغير سبحان الله. بالنسبه للجورز طبعا اللي هو موروث مال المنطقه. تمام اللي هو
يستخدموه في مسندم أو أي حد بيجي ضيف للمنطقة تمام، فهذا أغلب الهدايا تبعهم. والباشك طبعا ويستخدموه كمان مع الخنجر، يلبسوه كمان مع الخنجر، ويلبسوه في محزم كمان يكون على الخصر، على الخصر أيضا، ويلبسوه كمان على الخصر. وهذا النوعية مشان الجبل وما جبل زي هيك تمام. ويستخدموها في الأعراس وفي المناسبات كزينة، ويستخدم فيها الرصاص اللي يعني هبة، تعطي هبة الجرس والبيشك تميزت فيها قبيلة شحوحة، قبيلة شحوح هي متميزة في هذه. شحي دور يجين شحي جبلي شحي خصبي ما يوجد واحد الفن هنا في محافظة مسندم يقول لهم فن الندبة. وش معناه الندبة؟ معناه النديب اللي يندبو، مش النديب تاعنا لا، وإنما حاليا يقام في الأعراس والأعداد وتغدى، لكن زمانا كان يقام من أجل باش الناس دير صوت عالي، هو يرتفع وين شغل صوت تحسب اللي فيه واحد النسق. فهذاك الصوت كانوا يجيبوا به الناس باش يتليموا، يعني باش يجتمعوا من اجل الحروب، ويوجد خطر يعني اذا كان خطر فيديروا هذه الندبه باش يعلموا الناس باللي كاين خطر. لا صوت نفسي كملوا هو لا لا بنقولها على طول على طول بدل ما تخطا ترتب مقاطع. اها مرتب شكرا. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. أمورك طيبة؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ بعد تقريبا الفندق تاعنا هاره، راح نطلق مباشره والميناء هولا يعني القارب، راح نقول القارب الى كمزر. اولويه للقارب ولا للسياره هناك المناطق؟ القارب. القارب اكيد يا ما لازم يكون عندهم قارب باش تنقلوا فيه في البحر، لانه عايشين في البحر. فرانا مطلقين الى الجزيره هذه اللي رانا رايحين لها، واللي جينا على جهه هنا محافظه مسندم. فالسبيل الوحيد لبلوغ كمزار يتمثل في ركوب البحر عبر رحله بقارب سريع تستمر لنحو ساعه تقريبا، وحنا اجرنا قارب كامل لنقلنا الى هناك. لازم تعمل لهم حركه وحدهم يخرجوا دلافين. يعني في جزيره هناك كبيره، اوقات في موج ولا كذا في البحر، هواء ريح يروح هذا المنطقه هذا المكان هذا الجزيره، هناك يكون هادي. لهذا يسمونها بسلامه. سلامه السلامه معناها. كان واحد الجزيره هنا يسموها بالسلامه، يقول لك لما يكون البحر سلامه وبناتها. هم ثلاثه ثلاث جزر، هي سلامه هذول بناتها. الجزر يتخبوا فيهم لما يكون البحر هايج، ولا دائما يكون البحر تما هادئ. والطريق الطريق قلت لي تعرفوها بلا جي بي اس؟ نعرفها. كم قلت لي تبعد ايران؟ نص ساعه بالبوت. ايوه ورا هذه الجزيره. سبحان الله، يعني انا قريب جدا من ايران على بعد ربع ساعه ولا نص ساعه. هذا مدخل.
يعني تقريبا وصلنا الكمزار استغرقنا حوالي ساعة ساعة إلا ربع ساعة إلا ربع. هذا قارب إيراني. أوه قارب إيراني. عنده سيارة في القارب يشيل سيائر سجائر إلكترونات. في تبادل في تبادل تجاري. إيه تبادل تجاري. يودوا إيران هذا ويجيبوا أغنام. هاي يجيبوا أغنام. أيوة. ويودوا. سبحان الله يعني تشوفوا واحد القوارب فوت عليكم جايين من إيران. تبادل تجاري بينهم وبين إيران أغنام والأشياء. جزيرة فريدة صنعتها الجغرافيا، طبيعتها الجغرافية منحتها تميزا وسحرا لا مثيل له. يكفي أن تستيقظ صباحا لتفتح عينيك على مضيق هرمز، مطار الصراعات الدولية والإقليمية، وإذا ما التفتت للجهة الأخرى فستبهر عينيك سلسلة الجبال الممتدة. 3000 شخص ساكنين تقريبا. 3000 شخص قبل، الحين حاليا يمكن زادوا. وش اسمه عندهم مكان كهرباء ومدرسة والمستشفى موجودة هنا. كله موجود هنا. كله موجود هنا. أيوة. عندهم مسجدين. هذا المسجد طابقين وهذا طابق واحد. حق المسجد الكبير لصلاة الجمعة. وصلنا جزيرة كمزار. يعني هذه الجزيرة اللي تمنيت أني نوصلها ووصلت لها. كولومبوس. إذا وصلنا لجزيرة كمزار اللي عندهم تقريبا لغة ولا لهجة تعمل خاصة. هذه مدرستهم وهؤلاء المركز الصحي. دخلنا بس احنا نشوف يعني كمزار ماشي مدينه منعزله ولا بالعكس يعني حتى في لغتهم وفيها العديد يعني لا مختلطين مع ناس بس مختلطين مع ناس عادي الوصول اليها صعب ممكن الوصول صعب ثاني شيء القريه كلها كمازره بس يعني ما في حد من برا كمازره برك بس الا الوافدين اللي يشتغلوا في المطاعم وكذا بس يوجد مطاعم يوجد كل شيء ايوه في مطعم هنا يعني ما المطاعم المتطوره في احضان الطبيعه المتناغمه هناك بعناصرها الثلاث البحر والجبل والوادي الخصيب تقبع قرية صغيرة تحمل اسم كمزار تبدو وكأنها مختبئة في خليج وادع يفصل بين الجبال ومياه المحيط كمزار العمانية حياة بين البحر والجبل ولكن الأكثر إثارة للجدل بشأن قرية كمزار هو أن سكانها لا يتكلمون اللغة العربية جزيرة ولا قرية كمزار تخيلوا أنه هذه القرية العمانية اللي موجودة في محافظة السندم لها لغتها الخاصة سمعوا اللغة يعني ماشي عربية يتقنون العربية لكن عندهم لغة خاصة هذه اللغة هي مزيج بين لغات كثيرة منها الإسبانية البرتغالية حتى تصل إلى 12 لغة اللغة الكمزارية لما تقول فيها خليط من اللغات مثلا مثال على كلمة داخل اللغة من دولة أخرى كلمة مثلا إنجليزية كلمة عربية كلمة إيرانية أو فرنسية مثال على كلمة يا يا وهذا التنوع مين جا كونه أن هذه المنطقة يعني بزاف ناس يحس أنها معزولة صحيح كي تجي فيها تحس أنها معزولة لأن صعوبة الوصول إليها تحسك بأنها معزولة لكن جاية في مناطق ولا بجنب مناطق حساسة ومهمة ومركزية واستراتيجية منها مضيق مهرمز في القديم الزمان كانوا يجوا هنا يا شي ديروا
جامع الاشياء المهمه اللي لازم تعرفوها على على هذه قريه ولا جزيره كمزار هو المياه العذبه تاعها. لان زمانا كانت عندها قصه اللي هي كانت هم شو اسمها السفن اللي تروح وتجي مضيق هرمز. أيوة. وحركه نشطه. ايوه توقف هنا تاخذ ماء وتروح تكمل دربها لان هم ياخذوا شهور في الدرب. اها فلازم يوقفوا مكان عشان يعبوا ماء المياه العذبه. ايوه مياه عذبه يعني تقريبا جمع حوالي 700 عام والقريه هذه تلعب دور هام كما قلت لكم في المياه المعدنيه. فاهل القرويين هنا تشربوا من هذه المزيج والاختلاف من هذه التاثيرات القادمه من مضيق هرمز كثيره هنا يعني. مخلوطه لغات مخلوطه. من مين جت هذاك الخليط هذا؟ جاء من هذه الحركه اللي كانت كاينه. وهنا يقولوا يعني عندهم مثال يقولوا السبع لغات وامها، امها هي اللغه الكمزاريه يعني فيها كل مزيج من اللغات. فهكا جات هذه اللغه الكمزاريه اللي هي خليط من عده لغات. ولا زالت لحد الان كاين في وجود حركه؟ لا الحين خلاص الحين خلاص السفن اللي تروح وتجي عندهم خزانات مي. خزانات مياه. اول ماشي اول كان في نفس خزانات صغار بس. ايه ما كان في خزانات. في الطريق كذا يعبون لازم يوقفوا اماكن او صار هواء ولا شيء يوقفوني. للضروره يعني القصوى. يوقفوا علشان يمر عنهم الهواء بعدين يرجع يكملوا. والبئر جمعها ولا رانا حداه؟ ها ولا البئر يعني الام هذا غلقوه فقط من اجل الاطفال. وش قلت لي؟ وفي عاده هنا يديروها شو قلت لي على المتزوجين؟ هذول البيض يجيبوا بيض يجيبوا البيض هنا يحطوا البيض هنا ويكسروا بصبعه. يكسروا بصبعه؟ صبعه الكبير بس. الكبير؟ والعريس هو اللي كسره. ايوه الرجال. الرجال هو اللي كسر البيض. بعدين شو يغسلوه هني. يغسلوه بالماء هذا. ماء حلو هذا ينشرب عادي. ينشرب عادي. ايوه. يغسلوه كل شيء هذا بعدين يودوه للحرمة. الحرمة جالسة هناك مرتاحة. وبعض الأحيان ما البيض ما يبغيش يتكسر. بنفسي ما يتزوجكم ما يتكسرش البيض. جماعة معلومة فقط الأول كان هنا يعني البيضة كانت فقط يحطوها هنا ويكسروها وللأعراس الجماعية دايرين شعال من ثقب هاول. الأعراس الجماعية يعني شعال من عريس يحطوا بيضة هنا. جماعة عندهم هنا أكلة يأكلوها كل اثنين وخميس. ايوه واللي هي عند السمك اكيد شاويه وكيسموه التنور السمك شاويه تنور. سمك شاويه يشوه في التنور. ايوه على التنور هذا هو التنور يعني يحطوا السمك هنايا ويشوه. وغالبا ما تكون هنايا عندهم المطابخ تكون برا على البيت فيشوه هنايا التنور نفس هذا مطبخ. أيوة. كما هذا مطبخ يعني يجي منعزل على البيت. واللي بس اليوم لا اثنين ولا خميس. الاثنين والخميس. اليوم شو اليوم اربعاء؟ لا ما في تنور. اذا في ضيوف ايوه راح التنور. شوفوا الحوت ما شاء الله. يعني عادي يعني كيفاش يقولوا كيف الحال اموره طيبه شعبي وخوشي شعبي وخوشي ايرانيه هذه لا لا كمزاريه هاي لا بس فيها شوي ايراني يعني مخلوم مخلوطين يعني. خلاص نحكي شيء اخر احكي اي شيء مثلا كيف جاتك البلد مدينه عجبتني شعبي كملا شعبي واشما جوانا كيفكم زار معاكم كيفكم زار معانا انا شو نقول لك يعني زين عجبتنا كثير جاي مختلفه على المدن الاخرى كيف نقولها يعني كملا جوانا وبسيطه حياتي كم جمالي بسيطه حياتي يعني الحياه بسيطه في كمزار صاي صرت افهم كمزاريه تفورماطيت تحديد صرت كمزاري هي كمزار قال لي كان يخبر فيه انه كمزائرجه يقولون انا سمعت نفس الشيء شوفوا مجلس يعني بسيط وجميل مقابل بحر يعني هنا يجلسوا العائلات ولا اي واحد يبغى يجلس ياكل يجلسوا هنا كنت حاسبه مصلى في الاول لكن هو مجلس يعني مطل على البحر والاطفال شوفوا كيفاش حياه جد جد بسيطه يا ناس ايا القبيله قاعده كي لمتها يا
يعني المستمتع أشك شكاء أشك شكاء أبو البلة 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 إن شاء الله. شو هذه خبرين زين؟ هذه لعبة 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 تاعهم؟ أشك شكا أبو شوكي؟ أشك شكا أبو البولي أبو البولي عادية. الناس كاع تعرف بعضها البعض تقريبا، كل شخص يعرف الشخص الآخر، وكاين عرس يعني للأسف ماشي اليوم، غدا راحت المعارضة بعضها. يعني هنا العرس يديروا يذبحوا كل واحد، كل عائلة تذبح ويقسموا، يعني ما كاش عرضها راك معروض ولا كل القرية معروضة. I'm going to go to the house. بطاقات ها لعبة باس هذا يعني قالك جوك بلوت ها تراويني ها حركة كمزارية وريني يلا وريني ضربت وطلعت ايه نشوف من يضرب اكثر شكون اللي يضرب اكثر في الماء ايرا واحدة فقط يعني تقريبا هذه لعبتهم المفضلة، لعبة بسيطة، هذه لعبتكم المفضلة يعني الناس يركبون بالقوارب يروحون هذا الإيران ويجيبون ويرجعون هذا طلع جيران. هذا قارب إيراني. أيوه. أصفر وأزرق. هذا طراد. دائما تعرفوه. أيوه. يعني. خبرني. إيش معنى هذه؟ كيف حالك الحمد لله شيخ. بالإيراني. أيوه. سبحان الله يعني بحكم إنه ما زال تجارة قائمة هنايا. فالقوارب يقولوا انه الصفراء مع الزرقاء يعرفوا اصلا يعرفوا القوارب الايرانيه هاي اللي مرصوصه هنا على الشاطئ لون غير فيه لون غير يا فيجوا هنا يدوا البترول ويتبادلوا تجارين فالايرانيين يعرفوا اللغه الكمزاريه والكمزاريين يعرفوا ايضا شويه اللغه الايرانيه وهذه اللعبه المفضله يا رقم واحد هي اسطوريه كم مرة؟ 14 حريف كيف تقول حريف بالكمزاري؟ ها؟ نادر نادر ام نادر نادري نادري منادرهم نادرهم نجمع جينك عندنا هنا قبلنا الشاطئ هذا هو الشاطئ يعني شاطئ الكمزاري شاطئ صغير يعني الاولاد يلعبوا قدام امام اعينك وهذيك السوشيال لايف يعني كاينه يعني تشوف الاولاد يلعبوا برا اكثر من انه يحكموا ايباد ولا كيما الجيل تاع الان فتشوفهم يلعبوا مع بعض تشوفهم يتحركوا ما شاء الله والحياة قلت لي هنا بسيطة والرجال هنا معظم وقته يقضيه في الصيد في الصيد هذه هي المهنة تاع أهل الكمزار ويبيعوا السمك في الخصب خصب يعني حياة بسيطة تضيف أي شيء شعبي خويدي إنت كمزار في الأخير نشكر كل واحد وصل إلى آخر نقطة من هذا الفيديو سلام